يا مرحبا بك يا شهر النور والبركات، يا مرحبا بنسائمك العليلة التي تزكو بها أرواح العباد، يا لحظات الأذان في باحات الحرم النبوي، يا لحظة التكبير. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا أيها الحمام الذي يطوف حول المآذن، ألف مرحى يا رمضان طيبة، مرحبا بقيامك وصلاتك ودعائك. يا نفحات الرحمة، يا نفحات الرحمة داعبي قلوبنا بالفرح. يا نسائم المغفرة، أطلي علينا بالبشر والغفران. رمضان طيبة فرحة ومالي، هو للقلوب مسرة وتهاني. رمضان شهر الصبر والقرآن، رمضان شهر البر والغفران، رمضان شهر البر والغفران. ما أنت إلا بهجة وسعادة وسكينة للتائه الحيران. ما أنت إلا بهجة وسعادة وسكينة للتائه الحيران. كم من لياليك الجميلة منهل، كم من لياليك الجميلة منهل للظامي المتعطش الولهاني. رمضان 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 طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. للصائم فرحتان في هذه الأرجاء المقدسة وعلى رواب المدينة، تطايرت ذرات الغبار حين وطئ ثراها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين منذ 14 قرنا من الزمان. في هذه البقعة المباركة يتسابق الناس إلى حسن الوفادة وكرم الضيافة التي ورثوها عن معلمهم الأول محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فتتهافت قلوب الصائمين إلى المسجد النبوي ليدخلوا أبوابها زرافات ووحدانا، متذكرين بذلك أبواب الجنة المشرعة للطائعين. فيتولى ضيافتهم أبناء طيبة وقد حملوا في أكفهم الأسودين التمر والماء، تسبق بشاشتهم طعامهم مرددين عبارات الترحيب والترغيب لنيل أجر الصائم والشعور بهذه الفرحة، فرحة الصائم. روحانية الموقف في هذه العملية إن تكون بنعطي نبذة بسيطة مبسطة لعملية إفطار صائم في المسجد النبوي الشريف، وروحانية المسجد ليه واقع قوي جدا في المدينة لله الحمد، وقدام الزوار بأمر الله عز وجل إنهم بيشوفوا شيء جميل جدا لم يراه الإنسان غير في المدينة المنورة سبحان الله، ومستثنى العملية هذه في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومثلة في المدينة. روحانية، معنى الروحانية وجدان المسجد، الصلاة فيه والإفطار فيه شيء جميل جدا لله الحمد، وهذه النعم من نعم الله عز وجل التي أباحت لنا فيها إننا إحنا نكون نقدم الخدمة هذه لضيوف الرحمن. الشعور لا يوصف لله الحمد، الفرحة والسرور على والبهجة والسرور على وجهه
تقديم خدمة وتقديم هدية من المدينة وتمثل بإفطار صائم روحانية جميلة جدا، لا تمثل بأي شيء ولا بمطابق، وتتمثل هذا الشيء داخل المدينة، وهذه من أبناء المدينة وأبناء طيبة طيبة إن شاء الله شرف الله عز وجل إن تكون يعني تقدم خدمة جليلة للناس. العاملين يتسابقوا فيهم تسابق غير طبيعي وغير مسبوق فيه، كل العاملين ينافسوا منافسة لتقديم هذه الخدمة المميزة لضيوف الرحمن وزوار المسجد رسول السلام. روحانيتهم في الموضوع هذا شيء طبيعي، يقدم الإفطار على أنفسهم على أخوانهم على زملائهم بتقديم الإفطار للأخوة المفطرين. الإفطار في المدينة المنورة بالذات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له طعم خاص ونكهة خاصة وله روحانيات ما بعد روحانيات، كل إنسان يتمنى أن يفطر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي تعودنا من أهل المدينة، وهذا طبعا سيمة أهل المدينة الكرم والشيء هذا، هم اللي عودونا على الشيء هذا. أهل المدينة مشهورين بهذا الشيء، الكل عاوز الناس يجيب الناس وكل عاوز يفطر الحجاج والزوار كلهم، يعني هذه نتمنى أنه توفق وربنا يدينا حسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. I come here every year, alhamdulillah, to perform my umrah. I'm very impressed with the people here from Sudania, from Nigeria, from Pakistan, India, Afghanistan. We all sit together and masha do iftar here. It's very, very nice. And the masjid, alhamdulillah, here, Medina, subhanallah, bahut khoob, very, very nice. ففي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، صححه الألباني في صحيح الترمذي. إحنا عندنا شعار بالنسبة للعمل في السفر، وهو العمل في السفر أجرة وأجر، هناك أجرة يأخذ الشخص لكن الأجر اللي عند الله عز وجل ما يعلمه إلا الله عز وجل. والشيء الثاني إنه العمل في هذه الأماكن هو تشريف لنا لا تكليف. والله العظيم إنه بعض الشباب يأتون من الساعة الثانية الظهر وحتى يأتون مشي من أجل هذا المكان ومن أجل خدمة هؤلاء الناس. مهما قلت لك الراحة النفسية اللي نجدها إحنا والله العظيم تضاعف الأموال كلها اللي نأخذها، ولا نفكر أصلا في المال، إنما نفكر إن نخدم الناس دول اللي يجلسوا هنا في هذا المكان اللي هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخي يكفيك إنه الحج كل ما تجلس ولا تقول له شيء يقول لك جزاك الله خير. كلمة جزاك الله خير ما هي كلمة عابرة هكذا، لكن عند الله لها معاني ولها شيء يعني وقع كبير عند الله عز وجل. تمتد أنهار من الموائد في ساحات الحرم إلى حيث ينتهي بك البصر، تنتظم عليها أصناف من الطعام والشراب وتتنوع من مائدة إلى أخرى، تجود بها نفوس كريمة تتمثل الصفات النبوية. هدية الحاج المعتمر الخيرية بالمدينة المنورة وهي عبارة عن شنطة مكونة من قهوة وتمر، مكونة من قهوة وتمر منزوعة النوى بمناديل مبللة موضوعة في شنطة ممثلة لهدية الحاج المعتمر تقدم لضيوف الرحمن وزوار المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للوجبات اللي تقدم عندنا هنا في هذه السفرة، الدجاج مع الأرز، عندنا الفاكهة بجميع أنواعها، عندنا العصير، عندنا اللبن، عندنا البف، وأيضا كذلك نقدم الرطب، التمر اللي هو الرثانة للحجاج بالإضافة لماء زمزم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. نعت الوجبات المقدمة في المدينة المنورة على السفر هنا تتنوع وتختلف، يعني أكثرها وأغلبها تتكون رز ودجاج وجبة كاملة. النعت يجيبك عصير اللبن الشريك، الآن طورنا شوية صرنا نجيب حبحب وقهوة. والله نحن بنحاول نقضي كل الجاليات، نجيب لبن الزبادي، نجيب الموز، التمر الرطب مع زمزم مع عادي، وعصيدة السودانية وقراص السودانية وهلم جرى يعني. وعلى ضفتي هذه الموائد يجثو ويتربع مئات الصائمين ما بين تال للقرآن وداع لله، يترقبون نداء الفلاح
ليشعروا بفرحتهم الأولى منتظرين فرحتهم الأخرى. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. الحقيقة أنه بعض الزوار يعني لما نيجي نسحبه عشان ندخله على السفرة، والله يا أخواننا ما تعرفوا إيش المعاني اللي عنده. تخيل واحد أنت تسحبه وغيرك يسحبه، كل واحد يقول تفضل عندنا تفضل عندنا، وهذا يقول تفضل. هذه الأشياء أنت ما تعرف مقدارها عنده. حتى هو لما يروح بلده يقعد يحكي عنه، ويقعد يقول والله يا أهل المدينة وهكذا. إحنا لما نجلس عندنا الشخص، أقسم لكم بالله إنه بعض الأحيان وهو قايم بعض الشخوان يجون يقول الله يجزيكم خير، الله يأجركم، الله يوفقكم، الله. وبعض الأخوان يجوا يحاولوا إنهم يساعدونا في شيء السفر. ليش؟ لأنه وجد من الإكرام، وجد من الخير الحمد لله في هذا البلد الطيب، ما يسر النفس. عشان كذا تجد يبتهج. سفر المدينة مشهورة، أي حاج أي معتمر في بيجي المدينة هنا بيتمنى أنه يعيش طول عمره في المدينة، ما يسيب أبدا رمضان في المدينة. رمضان في المدينة مختلف طبعا، الناس كلها تحس الإحساس ده روحانية ومتعة. الحاج بيتمنى أنه هو يفضل هنا، يدوب يخلص عمره في مكة ويجي يكمل مدته هنا. هنا السفر ما شاء الله أهل المدينة ما يقصرهم، أهل المدينة كل واحد يتمنى كل سفرة داخل الحرم وخارج الحرم تعطي روحانية في الساحات. شعور لا يوصف لله الحمد، الفرحة والسرور على والبهجة والسرور على وجهه. تقديم خدمة وتقديم هدية من المدينة وتمثل بإفطار صائم، روحانية جميلة جدا، لا تمثل بأي شيء ولا بمقابل، وتتمثل هذا الشيء داخل المدينة. وهذه من أبناء المدينة، أبناء طيبة طيبة إن شاء الله، شرف الله عز وجل إن تكون يعني تقدم خدمة جليلة للناس. رمضان طيبة، رمضان طيبة، فرحة ومالي، هو للقلوب مسرة وتهاني، رمضان شهر الصبر. في كل عام تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على العناية بزوار الحرم، وتسخر طاقاتها في خدمة ضيوفها، ويتجلى ذلك الاهتمام في جهود رئاسة شؤون الحرمين، فترى أعجوبة هذا النظام السنوي، ففي دقائق تفرش السفر الرمضانية، وفي ثوان تجمع دون ترك أي أثر. هذا هو كرم أهل المدينة، وها هنا ابن طيبة، ومعروف كما قال ذاك الشاعر: من هنا شق الهدى أكمامه، وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرق الطربا، وانتشت من عبقه المنسكب أصيد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شهرك المعظم، واختم لنا بالعتق من جهنم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد.